رغم تدخل الحي وكثرة الحالات فهو من بيت إلى بيت. مش بيك مدام، مش بيك؟ قالت لك عندها طروة سمين. اشني؟ مريضة بالبحرون هزلة. لقد انتشر هذا الوباء هناك النار في الهشيم رغم عدم بعدهم عن مقر الولاية. ليس بيد هؤلاء حيلة إلا الصبر والتحمل ومقاومة الوباء في ظل غياب وصمت سلطات البلاد عن أبنائها. بنايتي الخراص ده ما ده في كندا في